المبنى الثاني لحركة الشيخ النمر هو كلمة حق عند سلطان جائر. وقليل منا من يستطيع أن يقف مثل السيدة زينب أمام يزيد ويقول وتقول له: فكد كيدك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا. قالها الشهيد النمر أمام آل سعود بكل طغيانهم: فكيدوا كيدكم وناصبوا جهدكم، فوالله لن تمحو ذكرنا. لذلك كان مصداقا أو عكس المصداق لقول الحسين عليه السلام: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. لم يقبل الشيخ النمر أن يدخل مدخل آل سعود، فكان ثائرا ضد الجور والظلم، واستشهد فريدا وحيدا واستبشر بشهادته. من الناحية السياسية، إن نظاما فاسدا لا يمارس أي نوع من الحرية والانتخابات ولا يعطي أي صوت لشعبه ولأبنائه، فإن العالم يقول قانونا وأمميا في الأمم المتحدة وأمثال ذلك أن هذا شعب مظلوم ويجب أن يساعده الجميع لأن يأخذ حقه. ولكن كما نعلم بأن أمريكا الشيطان الأكبر والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية كانوا مساعدين ومؤيدين وداعمين لنظام آل سعود، فلم ينتظر شهيدنا النمر لا الأمم المتحدة ولا الجامعة العربية ولا الاتحاد الإسلامي وأمثال ذلك، قام لوحده لأن الحق معه قانونا وشرعا وإنسانيا وأخلاقيا وفقهيا ووطنيا وعالميا. فكان الشهيد النمر فاتح الحركة المجاهدة في الحجاز.